الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هل الزنا حلال في بعض الحالات؟ الزنا حرام في جميع الحالات؟ السؤال لا يطرح، شرح الواضحات من الموضحات. سؤالي لكم: من برمج كل شيء في علم المبين؟ سنطرح هذا السؤال يا إما على أعداد صماء وبهذا أكون مجنونا، يا إما سنطرح هذا السؤال على مبرمج كل شيء في علم المبين. أذكر مرة أخرى أن علم البرمجة الإلهية المبين يعتمد على الأعداد الأولية والأعداد القرآنية. الأعداد الأولية تعرفها سهل ميسر، العدد أولي إذا كان له قاسمان، نفسه هو واحد. اثنان أولي لأنه يقبل القسمة على نفسه وعلى واحد. اثنان مقسوم على اثنان يساوي واحد، اثنان مقسوم على واحد يساوي اثنان. ثلاثة أولي لنفس السبب، أربعة ليس أوليا، كل الأعداد الزوجية ما عدا اثنان ليست أولية. خمسة أولي، سبعة أولي، تسعة ليس أوليا، كل الأعداد الفردية ليست بالضرورة أولية، ولكن كل الأعداد الأولية ما عدا اثنان هي فردية. إذن تعريف الأعداد الأولية سهل ميسر. الآن لكي تفهم علم المبين يجب عليك أن تفهم أن للأعداد الأولية رتب. اثنان هو أول الأعداد الأولية، رتبته واحد. ثلاثة رتبته اثنان. خمسة رتبته ثلاثة، إلى ما لا نهاية. الآن لغة الأعداد الأولية، سأخذ حروف ترتيب الهجاء العربي وأضع أمامها الأعداد الأولية الأولى. في هذه اللغة الجديدة الألف يساوي اثنان، الباء يساوي ثلاثة، اثنان هو أول الأعداد الأولية، ثلاثة هو ثاني الأعداد الأولية، التاء يساوي خمسة، والياء يساوي 107، العدد الأولي 28. إذن في هذه اللغة الجديدة سنطرح هذا السؤال: هل الزنا حلال في بعض الحالات؟ هنا في لغة الأعداد الأولية بدون الرتب، وهنا في لغة الأعداد الأولية مع الرتب. قلنا أن الهاء مثلا يساوي 101، 101 أولي رتبته 26، اللام يساوي 83 أولي رتبته 23، و23 أولي رتبته 9، الألف يساوي 2 أولي رتبته 1. إذن هذا السؤال بدون الرتب مجموعه 1059، نفس السؤال مع الرتب مجموعه 1432. تطبيق علم البرمجة الإلهية على هل الزنا حلال في بعض الحالات. إذن هذين العددين المجموعان سأقسمهما على العددين الأساسيين في علم المبين. العددان الأساسيان المحوريان في علم المبين هما 114 23، 114 23، 114 23. هذا العلم يعتمد على الأعداد الأولية، رتب الأعداد الأولية، والأعداد القرآنية المبينية. إذن ركزوا معي، أقسم هذين المجموعين على العددين الأساسيين في علم المبين. هنا بواقي القسمة الأقليدية. علم المبين يفرض أنك لو عثرت على عدد أكبر من 23 اقسمه على 23، هنا باقي القسمة 10، هذا اقسمه على 23 باقي القسمة 18. إذن هذه الأعداد فرضها الله سبحانه وتعالى عن طريق علم المبين، ليس لي بها علاقة. إذن الآن ركزوا معي، هذا ناقص هذا يعطيك مجموع رتب السؤال، يعطيك مجموع رتب السؤال أي قلب السؤال. أمر الله هذا أن يكون أوليا رتبته 74، سنحتاج إلى الله. ركزوا معي، هذا العدد مع رتبته مع 18 الذي وضعه الله هنا سبحانه وتعالى، سترون ما دور العشرة مع، إذن هاته الأعداد، هذا مع رتبته مع الله مع 18 يعطيك هذا. ما هذا؟ لا. جواب السؤال: هل الزنا حلال في بعض الحالات؟ الجواب لا. الآن ركزوا معي، المجموع بدون، مجموع بواقي القسمة النقليدية، المجموع بدون ما أنتجته حسب علم المبين، المجموع مع
مجموع بواخر القسمة الأوقليدية مع ما أنتجته العشرة والثمانية عشر. الآن مدة الوحي 23، ركزوا معي، المجموع بدون زائد المجموع مع ناقص 23 ناقص ذاك العشر الذي عزل هنا يعطيك لا. الجواب جواب السؤال مرة أخرى لا. الآن ركزوا معي، الله الله زائد 23 أي العددان الأساسيان في علم المبين يعطيك 137. أمره الله سبحانه وتعالى أن يكون أوليا، رتبته 33. الآن ركزوا معي، المجموع بدون مع المجموع مع يلتقي بال 33 ليعطيك لا مرة أخرى. الآن مجموع رتب لا، هذا ناقص هذا يعطيك مجموع رتب لا. إذن للمرة الرابعة 104 مع 132 مع 33 يعطيك مرة أخرى لا. الآن ركزوا معي، مجموع السؤال هذا زائد هذا يعطيك مجموع السؤال 2491. ركزوا معي، 2491 مع 137 الذي لم يشارك مع 33 مع 23 ماذا يعطيك؟ يعطيك هذا العدد. ما هذا العدد؟ هذا العدد الزنا حرام في جميع الحالات. السؤال هو هل الزنا حلال في بعض الحالات؟ سبحان الله، الله برمج الجواب الزنا حرام في جميع الحالات. انظروا من أين أتى، انظروا مجموع هذا مجموع السؤال مع 137 الذي لم يشارك مع 33 مع 23 يعطيك الزنا حرام في جميع الحالات. لأن ركزوا معي، مجموع أعداد الدراسة سأجمع كل الأعداد بدون الأعداد الذهبية أي بدون الأجوبة، هذا زائد هذا زائد 137 زائد 33 زائد 23 زائد 104 زائد 132 زائد 114 زائد 173 زائد 74 يعطيك هذا العدد. الآن مجموع الأعداد الناتجة عن بواقي القسمة الأوقليدية، تذكرون الثمانية عشر الذي شارك هنا والعشرة مجموعهما يعطيك 28. الآن ركزوا معي وقولوا الله أكبر، هذا ناقص هذا يعطيك هذا. ما هذا؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الآن سنحتاج إلى مدة الوحي، انظروا معي، الزنا حرام في جميع اللغات في جميع الحالات، الزنا حرام في جميع الحالات. هذا مع هذا مع 28 مع 23 ماذا يعطيك؟ يعطيك هذا. ما هذا؟ فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. آية الدراسة، الله أكبر، الآية 23 من سورة الذاريات، نقول الله أكبر. سؤالي لكم، من برمج كل شيء في علم مبين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.